من عيوننا الخليفة موجودين يا حبيبة قلبي. نعم. الخليفة تاج راسنا، وأنا كنت أنا بقول لك يعني أنا وزوجي وأهلي كلنا رايحين اليوم مسجد الفاتح المسيرة. أكيد. يا حبيبتي هناك هم أولادهم في الجامعات، وخلون عيالنا يعطونهم فلوس وخلونهم يوقفون في الدوار. أنا رحت الدوار ودخلوني. مهزلة يا أختي مهزلة، اللي قاعد يصير نباحث من إذاعة البحرين يروح يصور يشوف شنو اللي قاعد يصير. نعم. يخلون عيالهم في الجامعات والمعلمين في بيوتهم بس يعطونا أوامر سووه سووه. أنا هذا المنبر أتكلم، أنا شيعية واحد الخليفة والخليفة تاج راسي وما أرضى عليهم. نعم. وعندي نواجد من الشيعة مساكين ما يقدرون يتكلمون. نعم. كاتمينهم يا أختي يخافون. أم زهرة يعني أصلا جرأتك على الاتصال ويعني كلامك الجميل هذا يدل على أن فعلا شعب البحرين شعب واحد وما فرقنا أي أطياف ولا أي مذاهب، كنا نحن إن شاء الله بإذن الله تكون كلمتنا واحدة لأن مصلحة وطننا من مصلحتنا في النهاية أكيد، وإذا صار أي تغيير إيجابي في هذا الوطن راح يطالنا كلنا سنة وشيعة ما في فرق. طبعا يا حبيبتي.